الولد ده طلع مخاوي الجن، الولد ده طلع ساحر. الولد ده يا اكسلانس ابهر لجنة التحكيم، الولد ده طلع مخاوي الجن، الولد ده طلع ساحر، عمل حاجات ولا السحر. لجنة التحكيم ما صدقتش ان هو بيقف ويطير ويعمل حاجات. بصوا 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 الحاجات دي قدرة خارقة، قدرة الجاموسة دي يا مومبي اخد احلى وصف. الله عليك، نطة ما ينطهاش اي حد، اخدت الغطس وغطست وهتطلع من الناحية التانية. برافو عليك، برافو عليك يا اسطى. مدام بيه الكلب ده بيتفرجوا على فيديو عامل نفسه بياكل ودن الكلب وصاحبه بياكله، بص الكلب بيبص فصاحبه بيقول له يعني ايه ممكن، بص الكلب هيجري هيطير. اما توم كروز الجنتل بيقول انا هلعب ميوزك وانا في الاستوديو دلوقتي، وهو بيلعب كوردات جميله على الجيتار. الله عليك، الله عليك يا ملك السينما. اما دايمون بيه اما ده اكسلانس كان بيجيبه رمله من فوق الجبل والعربيه وقعت والبلطجه وقع وكل اللي فيها ماتوا. البغبغان الجميل ده يا اكسلانس بيقطع ورق الشجره وبيقطع منه فتايل صغيره ويحطها في ديله عشان يطير ويروح على العش بتاعه ويعمل العش بتاعه. قول سبحان الله يا اكسلانس، قول سبحان الله. ده اكسلانس كان فاكر ان هو جسمه اكبر من الاسد الصغير ده الشبل، فقعد يهزر معاه فلقى الهزار قلب جد ولانه رخم قوي وقوي قوي فترعب منه. الكلاب هطبعوا عليك كتير يا اكسلانس، بس خليك واثق في نفسك يا اكسلانس، انت الاكسلانس ما تضعفش ابدا. طول ما انت واثق في نفسك هيفضل هوهو وخلق. قلع يا مومبي، لما يكون عندك بط لازم تدلعه يا اكسلانس، لازم تعمل له حمام سباحة في الحوض، تقفل الحوض بالطبة بتاعته وتملاه عشان البط ده يعوم في الحر دوت وينبسط. شايف يا اكسلانس؟ لما تكون قاعد يا اكسلانس وبتاكل وفي امانة الله وتلاقي الزرافة الجميلة دي بتاكل معاك بحجمها الكبير دي يا اكسلانس هتعمل. بص يا اكسلانس، هنا العلم تطور جدا ان انت تقدر تفتح على جوجل وتفتح وتجيب الكرة الارضية وتقعد تصغر تصغر لحياة ما تجيب بيتكم، والحقيقة ما ممكن تجيبك وانت لسه في الحمام. بص هيجيب مين؟ هيكبر كمان، هيجيب واحد بعجلة واحد والاتوبيسات ماشية. بص هيكبر، هينزل عليها هيكبر. بص 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 واحد بعجلة اهو والبيت التاني اهو. العلم تتطور يا جماعة، خلوا بالكم من نفسكم. هتفضل تعمل الحركات دي اكسلانس لحياة ما الكلب يهبرك. بص الكلب ده الكلب التاني بيتفرج عليه وصاحبه بقى بيبص له كانه هيعمل كده، بص جري هيهبرك بعد بقى اكسلانس. اسمه التعايش السلمي. بص الكلب ده نايم وهيعمل حركه كده فهيصحي القطه، فالقطه هتنوزه فهيهب عليه يقول لها يا ابوك. القطه دي يا اكسلانس نزلت مع امتها وطلعت من فوق الشجره عشان تنتحر وتموت نفسها، امها نقذتها وجابتها ونزلتها، وهو ده حنان. دول يا اكسلانس بيسيبوا ست غير شرعي، دول بيجوا على الحته اللي فيها السمك وبيكهربوها، ولما بيكهربوا الميه كل السمك بيطلع كده عايز يهرب من الكهرباء فبيعبوه ويصطادوه، وده غير شرعي يا اكسلانس. الله يا اكسلانس، الله. نفسي بقى يا اكسلانس، نفسي بقى يا اكسلانس، نفسي بقى اكسلانس حته زي دي تعمل. دي يا اكسلانس اكبر مزارع فراخ في العالم،
بص البنت الجميله الصينيه دي، بص بص بتعمل ازاي، بتعمل لهم حرف يو في الاكل وبتعملهم الاكل بشكل ظريف كده علشان يرسموا رسمه. دي يا اكسلنس في طريقه عمل العلف للحيوانات، بيض وذره وغله وكل حاجه فيها غذاء للحيوان. الست دي يا اكسلنس عندها 122 سنه، اتجوزت 35 راجل وماتوا، واولادها ماتوا واولاد ولادها ماتوا. دول يا اكسلنس في عماره 50 دور، عملوا ازاز مبطن بالفولاذ بقوا يمشوا عليه، ويبقى تحتهم الناس صغيره قوي والعربيات صغيره، بس لو وقعوا هيضيعوا يا اكسلنس. الراجل ده اكسلنس كان عنده اقزام صغيرين، فعمل لهم ملعب فوق شعره. الشبل الجميل ده او الشبلة الجميلة لانها ست، كان المفروض يعمل عملية كبيرة، والدكتور بيحاول يديله حقنة البنت بس مش عارف. عنده شعار وخوف شديد جدا مش مخليه امل للدكتور. ربنا يشفيك الشبل الجميل ده، برافو عليك يا دكتور. هذه يا اكسلنس بسمينها الافعى الطيبه، الافعى دي طولها اكثر من 75 متر، الافعى دي طيبه بس بتاكل كتير قوي، بتاكل كتير قوي، بتاكل خنزيرين في اليوم. اما العصفور ولا الحمام ولا الكمال الجميل ده فبيأكل اولاده، وياريت يقسم عليهم بالعدل علشان كل واحد ياخد حقه مظبوط. برافو عليك، برافو.